الآن سنقرأ راتب سيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس رضي الله تعالى عنه المسمى بعزيز المنال وفتح باب الوصال الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام قطب الأنفاس العلم نبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهم وفروعهم جميع ساداتنا السلسلة العطاسية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله
بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله
صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة آمين غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام المهاجر لله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة
ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. إلى روح سيدنا وعملتنا بركتنا قطب الأنفاس العلم نبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى روح شيخ علي بن عبد الله باراس، وإلى روح سيدنا الإمام الحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس وكافة ساداتنا سلسلة العطاسية، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بالقبول وتمام كل سوء مأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا، دافعا لكل شر، جالبا لكل خير، لنا ولوالدينا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى عن الناس والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان، وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.